النهارده مارس 27. قبل ما اخش في الكلام احب الاول اطمن عليكم جميعا واسلم عليكم جميعا لكل السامعين وحتى الناس اللي مش معانا. بدعو واقول يا رب يا رب يعدي هذه المحنه على خير على جميع البشر، مسلمين مسيحيين يهود اي نوع من البشر، يا رب عدي هذه المحنه وطلعنا منها بسلام. وبرضو قبل ما اخش في الموضوع احب اقول ان كل من يتحدث اللغه العربيه او بلده هي طبعا بلد عربي او في الشرق الاوسط او عايش في منطقه الشرق الاوسط، عايز اقول ان احنا مفيش شك ان احنا محظوظين محظوظين محظوظين. الوباء اول حاجه الحمد لله ما ابتداش بينا، وبرضو الحمد لله ما جلناش في الموجة الثانية. الوباء ابتدى بالصين وكوريا الجنوبية واللي حولها وهونج كونج واليابان، وبعد كده الموجة الثانية راحت على أوروبا وأمريكا. مش ملاحظين إن رحمة ربنا خلت الدول اللي حالتها على قد حالها اللي هي فقيرة خلاها يعني إلى هذه اللحظة آمنة لحكمة ما. يعني أنا شايفكم مفيش دولة من الدول النامية الدول الفقيرة مبتلية ابتلاء شديد، إنما الابتلاء الشديد جاي كله على الدول الغنية، سيان في الشمال ولا في الجنوب. ما استراليا في الجنوب لكن فيها، البرازيل في الجنوب لكن برضو فيها وباء، لكن كل الدول الفقيرة كلها الوباء يعني زي ما تقول رحيم بيها شوية، أو هو ربنا اللي رحيم بيها شوية. لكن ده مش معناه ان احنا نستند الى رحمة ربنا، لان الوباء لو جانا في الموجة التالتة او المرحلة التالتة اللي هي المرحلة اللي بتمر بيها اوروبا حاليا يا اخوانا، يعني مش عارف مش هنصمد، لا يمكن ان احنا نقدر نصمد قصادها بامكانياتنا المتواضعة. في سكتين، سكة والعياذ بالله الهلاك وسكة النجاة. سكة النجاة هي العزل، هي العزل. يعني هو الوباء ده يا اخوانا عامل زي النار، الوباء عامل زي النار واحنا عاملين زي الحطب، لما بنتجمع النار بتزيد اشتعالا، لما نتفرق لما تفرق الحطب يعني في نار شبت في كومة حطب، احنا كنا الاول زحمة وزي كومة الحطب، في نار قامت في كومة الحطب ماشي. لو لحقت الحطب اللي على الحرف وبعدته النار طبيعي هتطفي من حالها، النار طبيعي هتطفي من نفسها. ف stay at home ده يعني الحكمة او الكلمة الذهبية اللي يعني التي لا توجد كلمة زيها في هذه الظروف ولها قيمة عليها. اقعد في بيتك إذا كانت ظروفك تسمح. الظروف تسمح يعني إيه؟ يعني تعريف الظروف تسمح يعني معناها اقعد في بيتك إلا في حالة واحدة، لو قعدت في بيتك هتموت من الجوع أنت وعيالك، ومفيش حد بيموت من الجوع ماشي؟ اقعد في بيتك إلا في حالة واحدة، لو أنت قعدتك في بيتك هتؤدي إلى أن أنت وعيالك هتموتوا، ففي هذه الحالة بتضطر تخرج. لكن عشان واحد يواظب على أنه يروح يخرج عشان ما فيش فلوس ولا بتاع، لا، ممكن لا قدر الله تنصاب وتصيب الآخرين، لأن هم منظمة الصحة الـ WHO حط 4 قواعد للقضاء على هذا الوباء. في منهم حاجات نقدر نعملها وفي حاجات الحكومات عليها انها تعملها واحيانا ما بتبقاش يعني متاحه قوي عشان عايزه امكانيات. اول حاجه تيستينج، الاختبار، تيستينج تيستينج تيستينج، كل ما بتقدر تختبر كل ما بتقدر تطلع الحالات الايجابيه من المجتمع وبتقدر تعزلهم او وبالتالي تقلل فرصه الانتشار. فاكتر حاجه الاختبار، اختبار اختبار اختبار. تاني حاجة طبعا بعد الاختبار، وده واجب طبعا الجهات الصحية، اللي هو تتبع المخالطين. بعد الاختبار تتبع المخالطين، ديت حاجة مش بتاعت الأفراد،
انما الاثنين الجايين اللي انا هتكلم عنهم دول بتوع الافراد ممكن يقدروا يعملوهم. الحجر الصحي يعني تعزل نفسك، يعني احنا لو قعدنا، انتوا عارفين حل الوباء ده، بس هل لو نقدر نعمل، لو كل الناس قدرت تقعد في بيتها 3 أسابيع هينتهي الوباء من العالم كله، لكن عمليا صعب. هو لو قعدت لو كل الناس قعدت في بيتها 3 أسابيع هي الإصابة، الناس المصابين هيحصل لهم ايه الوقت الحالي؟ المصابين بعد 2 أو 3 هو الكورس كله بتاع المرض من 2 لـ3، 95% أو 97% منهم هيخفوا ويبقوا عندهم مناعة ما شاء الله، والـ2-3% حسب الإحصائيات لحد دلوقتي هيتوفوا، ومش هنقلوا الفيروس لأي واحد لأن الناس كلها في بيوتها. ممكن يتنقل حاجة بسيطة جدا، يعني يتنقل لحد من أفراد أسرتي، حاجات زي كده، فيبقى عدد محدود جدا جدا، زي النار بالظبط لما تشيل تبعد عنها الوقود فتبتدي إيه تطفي. ده الحجر الصحي. التاني حاجة اللي هو السوشيال ديستانسينج، يعني التباعد الاجتماعي. كل ده كلام أفراد يتبعوه، مش مضطر انت، يعني لو البلد عندك لسه سامح حالك بانك تخرج وتروح السوق، مش مضطر تروح السوق كل يوم ولا يومين، روح السوق كل مرة. مش مضطر بقى انك تروح انت والمدام والعيال، احنا بنتكلم عن وضع حياة او موت، وضع حياة او موت. لا، واحد اللي يروح من الاسرة للسوق ويروح مرة في الاسبوع، يبقى كده قللنا كتير جدا جدا. ولما تروح تحاول تبعد عن غيرك. اول حاجة طبعا لو دخلت جوه سوق لازم تبقى لابس كمام، ولو ماشي في شارع زحمة لازم تبقى لابس كمام. ليه؟ واحد مصاب كحة عطس الكمامة بتاعته مش مظبوطة، ها، وانت قريب منه بمترين ممكن تجيلك الاصابة. فلازم ما تمشي في شارع زحمة او شارع فيه ناس، يعني دايما خليك منتبه، خليك بعيد عن غيرك بحوالي 2 متر، ماشي. طبعا الكلام ده عمره ما هيتحقق لو بتركب اتوبيس، ولذلك الدولة ليها دور برضو لان هي بتساعد على عملية السوشيال ديستانسينج دي، بتساعد الناس على انها تبعد بتنظيم الاسواق ومنع الناس انها تدخل الاسواق، توقفهم طابور بره السوق نفسه، تحط مظلة ولا حاجة بره السوق بحيث ان الناس تبقى واقفة او قاعدة بين الواحد والتاني 1.5 متر أو 2 متر، ولابسين الكمامات ويطهروا ايديهم عند دخول السوق والخروج منه، فبالتالي ايه يضمنوا الاقلال من العدوى بقدر الامكان. انا مش بخوفكم، بس هو المثل بيقول من خاف سلم، مش بخوفكم، يعني انا برضو بقول بصور لكم مدى خطورة الموقف. ما يمكن يا اخواننا ربنا أراد إن إحنا ما نصابش في الأول وتركنا شوية عشان نبص ونتعظ ونتعلم، نتعلم. فإيه رأيكم؟ نطبق التباعد الاجتماعي ده؟ نعزل نفسينا ولا نبقى زي إيطاليا وأمريكا؟ ما هي ما فيش فتوانة، ما هي ما فيهاش فتوانة. إذا كنت إحنا عندنا فرصتنا قوية، لأن مثلا مصر فيها كام حالة؟ 500 حالة. تقدر لو اتبعنا إحنا هذه القواعد بدقة كأفراد، التباعد الاجتماعي والحجر والعزل لو الواحد حاسس عنده أي نوع من الأمراض، إن شاء الله يكون عنده شوية رشح من اللي متعود إن هم يجيله، اختار ما بين كده، يعني اختاروا هذا الوضع اللي أنا بقول لكم عليه، أو اختاروا إن نبقى زي إيطاليا وزي أمريكا وزي أسبانيا. فإن شاء الله عندنا فرصة قوية جدا 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 في الدول العربية كلها. النهاردة أكتر دولة عربية هي السعودية، 1000 وشوية. السعودية وصل عدد الحالات فيها، يمكن السعودية بدأت فيها من أقل من 3 أسابيع الحالات، وكانت في القطيف فقط لا غير، بدأت تنتشر. السعودية بدأت تنتشر، وصلت عدد الحالات فيها حسب التقرير 1179. هو بالمناسبة أكتر مناطق في الشرق الأوسط منطقتين، إيران زي ما أنتم عارفين جميعا الإصابات فيها واصلة إلى
35 ألف إصابة بتتزايد في إيران، مستمر التزايد في إيران. وبعد إيران في الشرق الأوسط مين؟ إسرائيل. إسرائيل برضو الإصابات بيها بتتزايد. إسرائيل دي يمكن كانت من أسبوعين، أقل من أسبوعين كان عدد الإصابات فيها يتعدوا على أصابع اليد الواحدة. النهاردة 3070 إصابة. طبعا إسرائيل تهمنا لأنها في الشرق الأوسط، وأظن يعني في حركة بينها وبين معظم الدول، كتير من الدول العربية حاليا، وبينها وبين الفلسطينيين. فأشوفكم كل خير في مرة جاية، وربنا ينجينا وينجيكم من كل مكروه يا رب العالمين، ويعدي هذه الأزمة على كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.